وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بعد. فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وتجب لهم الأمان أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم، وهذا هو تعريف الأمانة، حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه، لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم، وذلك يستلزم عصمتهم فيها. فيها يعني في جميع أقوالهم وأفعالهم، فيها يعني في جميع أقوالهم، وذلك يستلزم عصمتهم فيها من كل منهي عنه. هذا هو تعريف الأمانة، وتسمى أيضا العصمة. فالأمانة هذا هو تعريفها الذي ذكره الجمهور، أو تعرف بأنها لطف من الله تعالى للعبد يحمله على الخير ويمنعه من الشر، يحمله على الخير وإيه؟ ولكن هذا المنع غير ملجئ لبقاء صفة الاختيار. فالنبي أو الرسول عموما لا تصدر منه المعاصي سواء المحرم أو المكروه، ولكن امتناع صدور المعاصي منه على بقاء صفة كونه مختارا، وليس المنع ملجئا، يعني لا يكون النبي أو الرسول، يعني أي نبي أو أي رسول، ممنوع من فعل منهي عنه منعا اضطراريا، يعني لم يسلب منه الاختيار ولم تسلب عنه المقدرة على الفعل. يعني مثلا هو قادر على الفعل وعنده الاختيار في أن يفعل أو أن يترك، ومع ذلك معصوم، يبقى العصمة لا تمنع بقاء صفة الاختيار، يعني هو غير مضطر، غير ملجأ، غير مجبور على ترك هذا الأمر، فعنده اختيار وعنده القدرة على الفعل، يعني هو قادر على الفعل ولكنه لا يفعل. يبقى هذا المنع اللي هو العصمة ده، كما عرفها أيضا الحكماء أو الفلاسفة بأنها ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور، طالما هي ملكة يعني بحسب ملكته أو طبيعته يأنف أو يبتعد عن فعل المعاصي، ليس لأنه غير قادر على الفعل فيكون الامتناع لعجز. يعني لماذا مثلا يمتنع عن الزنا؟ لو كان ما عندوش الشهوة أو ما عندوش المقدرة يبقى ده عجز، عجز، يبقى هو مضطر، هو لا يستطيع أصلا أن يفعل. يبقى معنى العصمة، يبقى كده حنسمي العجز عصمة، ده هو ما عندوش أصلا. يعني مثلا إنسان لا يقدر على القتل فيقول لك أنا ممنوع أو ممتنع عن القتل، يقول له أنت ممتنع من غير امتناع، يعني كده نفسك كده ما تستطيعش، لأنه لا يسمى ممتنعا إلا إذا كان عنده الاستطاعة. طب هل هو عنده الاختيار ولا سلب عنه؟ إذن في فرق بين العصمة من النبي لأنه إنسان حر بشر عنده القوة وعنده القدرة، بخلاف الملك، الملك امتناعه لأنه مفهوش فيه الشهوة، الملك لو أراد أن يعصي لا يقدر، إنما النبي نقول يقدر ولكنه لا يعصي.
عنده القدرة ولكنه لا يعصي، لأن العصمة تمنعه، ولكن هذا المنع غير ملجئ، يعني ليس هو مضطر، لأنه صفة الاختيار عنده موجودة والمقدرة على الفعل عنده إيه؟ موجودة. أما ليه الامتناع عشان إيه؟ يبقى العصمة هنا نقوله إيه؟ حفظه، حفظ ظواهرهم وبواطنهم من إيه؟ من فعل منهي عنه. كلمة منهي عنه هيدخل فيها أمران. إيه المنهي عنه؟ سواء ما هو تعريف الحرام إيه؟ اللي نقول الكف ترك إيه؟ طلبا ايه جازم، واللي هو غير جازم يسمى ايه المكروه. عندنا هو يعني محفوظ، ولكن حفظ مش معناه لسلب ايه المقدره او لسلب الاختيار. محفوظ في ظاهره وفي باطنه. ما قد يجي واحد انت تقول والله احنا ما رايناه يعصي، ما رايناه، هذا في الظاهر، انما هو محفوظ. النبي أو الأنبياء محفوظون ظاهرا وباطنا من التلبس بفعل منهي عنه. وكلمة منهي عنه هيدخل فيها الحرام والإيه؟ والمكروه. أو هي لطف من الله بعبده، يعني بنبيه أو برسوله الذي اصطفاه للنبوة والرسالة، يحمله على الخير ويمنعه من الشر. ده تعريف آخر. إذا قال لطف يعني زي معنى زي كلمة توفيق يعني، أو زي كلمة حفظ، معنى واحد. وعرفها الحكماء بأنها ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور. بس تعريف الحكماء ده مش هيختصر على الإيه؟ على النبي فقط، ممكن يشمل الإيه؟ الصالح والولي. وقلنا في الدرس الماضي عملنا كده إيه؟ تقسيمات عقلية، يعني قلنا ما يتوهم صدوره منهم، يعني ايه اللي احنا اشياء اللي احنا نتوهم انها تحصل من المعصومين او من الموصوفين بالامان. ولذلك عايزين نتكلم لماذا سميت سموها الامانة ولم يسموها الايه العصمة. اتباعا لوصف القرآن، لكل نبي قال كده إني لكم رسول أمين، ما قالش معصوم، أمين. والأمانة هي والعصمة تعريفها واحد، أو هي نفسها هي العصمة، يعني تعريف الأمانة هو تعريف الإيه؟ العصمة. إني لكم رسول أمين. يبقى ما يتوهم صدوره، طبعا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بالإيه؟ بالمعجزة. فهل يتوهم صدور ما يكون منافيا للمعجزة؟ ما قلنا اللي يصدر منهم إما يكون الافتراض، افتراض إنه يكون منافي للمعجزة أو لا. يعني إذا نقسم كده الأول، نعمل كده شجرة أو سلسلة وننزل. أول حاجة ما يتوهم صدوره، إما أن يكون منافيا لما تقتضيه دلالة المعجزة أو لا. تيجي عند كلمة إيه؟ أو لا، وتروح إيه؟ تقسمها. يبقى أول حاجة ما يمكن أن يكون منافيا للمعجزة. ما هو المنافي للمعجزة؟ المعجزة معناها إيه؟ نزلت أو نزلت منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عنه. يبقى إذن دلالة المعجزة معناها صدق الإيه؟ صدق الرسول او صدق مدعي النبوة. فاللي حينافيها يعني الايه الكذب. اول حاجه الذي يمكن او يتوهم او يتخيل او يكون يصدر منهم ايه، اما يكون منافي اما يكون الذي هو منافي هو الايه هو الكذب قولا واحدا. طب واللي هو غير منافي؟ في تقسيمات. اذا عرفنا تحت كلمه المنافي حاجه واحده اللي هي الايه الكذب. طب او لا، او لا يكون ايه يعني حاجة ايه ما تنافيش دلالة المعجزة ولكنها ايه مخالفة، يعني جريمة معصية. طب لما نجي نقسم، اول حاجة واعظم حاجة في المعاصي الشرك. الشرك اذا نحطه في ايه او الكفر نحطه في قسم واحد،
يبقى إذن غير المنافي إما أن يكون شركا أو معصية أخرى. طبعا تحت شرك وكفر ما تحطش حاجة، خلاص أعظم حاجة هو. أو معصية أخرى يعني غير الشرك، أو معصية أخرى نقسمها أيضا إما كبائر وإما صغائر. يبقى المعصية الأخرى اللي غير الشرك يا إما كبيرة يا إما إيه؟ يا إما صغيرة. نيجي عندي المعاصي اللي هي إيه؟ يتوهم صدورها منهم. يبقى انحصرت في إيه دلوقتي؟ في الشرك والكذب الأول، الكذب والشرك، وبعدين باقي الكبائر والصغائر. على إنه الشرك داخل في الكبائر ولا ما داخلش؟ ده هو أكبر الكبائر، يبقى هو رقم واحد في الكبائر. يبقى لما حطناه هو في كوم لوحده نشوفه كده باقي أفراد الكبائر والصغائر. جو أهل الكلام والجمهور والذين درسوا وكتبوا في العقائد قالوا إيه؟ مسكوا إيه؟ شيء شيء فرع فرع، فقالوا أما الشرك فهم معصومون منه قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا بالإجماع. عند الشرك أو الكفر يعني، لأنه بين الشرك والكفر عموم وخصوص إيه؟ وجهي. فينفرد الشرك في واحد زي ما قال الإمام السنوسي، وينفرد الكفر فين؟ في واحد، يعني ليس بينهما عموما وخصوصا مطلقا، يعني مش كل شرك كفر أو كل كفر شرك. يعني أنواع الشرك اللي ذكرها الإمام السنوسي كام؟ ستة، فيها واحد يقال شرك، ولا هذا اللي انفرد فيه اللي هو شرك الأعمال اللي هو الرياء، فهو معصية بإجماع وليس كفر. أما شرك التبعيض، شرك الاستخلال، شرك التقليد، شرك التقريب. الخامس فيه تفصيل اللي هو شرك الفلاسفة اللي هو الأسباب. يبقى إذن الأربعة الأول الاتفاق على أنها كفر، يبقى هي شرك وهي كفر، يعني يخرج من الملة. ولكن ينفرد الشرك في إيه؟ في واحد اللي هو الرياء، فيقال إنه شرك بنص القرآن: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب، هذا شرك وليس بكفر باتفاق، يعني معصية. وينفرد الكفر، أصول الكفر إيه؟ سبعة، ينفرد في واحد اللي هو الإجابة إيه؟ الذاتي. وبعد كده إيه؟ هم الاثنين ما إيه؟ هذا يشترك في شيء وهذا يختلف فيه في شيء آخر. يبقى إذن أما الشرك فقد عصموا منه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عصموا من الشرك قبل النبوة وبعد النبوة، فلا يصدر منهم الشرك لا قبل الوحي ولا بعدهم، ولا يقع منهم ما يسمى شرك أو كفر لا عمدا ولا سهوا بالإجماع، يعني ده إجماع ما حدش إيه يتكلم فيه. طيب نشوف بعد كده الكذب. الكذب يستحيل صدوره فيما يتعلق بالتبليغ بالإجماع، يعني الحاجة اللي تتصل بتبليغ الرسالة والأحكام يستحيل الإيه؟ الكذب فيها بالإجماع. أمال ما لا يتصل بالإيه؟ بالرسالة أو التبليغ. طبعا إيه؟ ما يتعلق بالتبليغ هنا بالإجماع، أما ما لا يتعلق بالتبليغ زي الكلام العادي مثلا أو شؤون الدنيا أو فهذا فيه إيه؟ تفصيل. وأما باقي الكبائر، باقي الكبائر يعني غير إيه؟ غير الشرك وغير الكذب اللي هو فيما الكذب فيما يتعلق بدعوة الرسالة والأحكام ده كبيرة. يبقى باقي الكبائر غير الإيه؟ غير الكذب وغير الشرك فهم معصومون منها بعد البعثة عمدا بالإجماع. وأما صدور الكبائر نسيانا أو سهوا بعد البعثة فالمحققون أيضا على عدم صدوره، يعني صدور كبيرة منهم على سبيل السهو أو الخطأ أو النسيان بعد النبوة. ليه؟ لأن أممهم أو أقوامهم أمرت باتباعهم، فلو جاز أن تصدر منهم كبيرة ولا على ولو على سبيل النسيان أو الخطأ بعد النبوة لكانت هذه الكبيرة أو هذه المعصية لكنا مأمورين بها، لأن
بوجوب او بنص الامر باتباعهم، فقل لك اتبعه في افعاله واقواله الا ما هو ايه شيء خاص به، زي مثلا نكاح فوق اربع، الامور اللي هي خصوصيه، اما ما عدا ذلك مامورين باتباعهم. فلما كن مامور باتباعه ويجوز ان تصدر عنه كبيره، يبقى هذه الكبيره ليس منهيا عنها، يبقى منهيا عنها من جهه انها كبيره، ومأمور بها من جهة إيه؟ الأمر باتباعه، من اجتمع فيها الأمر والنهي. وهذا إيه؟ مستحيل اجتماع إيه؟ الضدين أو النقيضين. يبقى في هذه الحالة الكبائر غير الإيه؟ الكذب وغير الشرك، يبقى على التحقيق أنهم معصومون منها بعد الإيه؟ النبوة باتفاق. ليه الدليل؟ لأنه لو جاز، لو جاز صدورها او جاز صدورها لازم ان تكون الكبيره مامورا بفعلها للامر بالاقتداء بهم في اقوالهم وافعالهم من غير تفصيل الا فيما ثبت اختصاصهم به. طب واما الكبائر اللي هي تصدر منهم قبل النبوه، قالوا اللي قبل النبوه ما كان موجبا لنفور الناس منهم أو تأذي الناس أو مشعرا بالخسة أو بالدناءة، فهم أيضا معصومون منه إجماعا. طب وإن كان غير مشعر بالخسة أو الدناءة أو غير ذلك كالقتل مثلا كما صدر من سيدنا موسى عليه السلام، فقد جوزه بعضهم، بعضهم قال يجوز ارتكاب مثل أنه قتل كان من سيدنا موسى على طريق ليه وليس هذه الكبيرة مشعرة به بدناءة ولا بخسة، ده كانت إيه؟ دفاع عن مظلوم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه إيه؟ موسى فقضى له. لكن الجمهور على منع صدور الكبيرة منهم قبل النبوة وبعدها مطلقا كما هو الظاهر، يعني قبل وبعد واحد. يبقى الكلام في الصغائر. الصغائر قلنا هتقسم زي الكبائر، ما كان مشعرا بخسة أو بدناءة أو يتنافى مع المروءة، زي التطفيف في الايه في الميزان، زي مثلا الأمور النظرة إلى أجنبية، ما كان مشعرا بخسة أو بدناءة فيستحيل عمدا أو سهوا قبل النبوة وبعدها، وما لم يكن فالتحقيق أنهم معصومون من تعمده بعد النبوة لا من صدوره نسيانا، وأما قبل النبوة عمدا أو سهوا فلم يقل أو لم يقم دليل على إيه؟ على منعه. ده تفصيل الأمر في كل ما يتوهم صدوره من النبي أو الرسول قبل البعثة أو إيه أو بعدها، سواء كان عمدا أو سهوا، فيما ينافي المعجزة أو لا ينافي كالشرك وإيه اللي ينافي اللي هو الكذب والشرك، ثم بقية الكبائر وبقية الإيه الصغائر. هذا هو التفصيل فاحفظه ولا تلتفت إلى إيه إلى غيره. أما ما ورد بعد ذلك من نصوص في القرآن أو السنة تخالف ما قرره المحققون فالأولى إيه؟ أن نأخذ بتفسير يناسب، يعني يناسب إيه؟ العصمة، لا يسقط أو لا ينفي عصمتهم، يعني لا يتعارض مع عصمتهم. يعني مثلا لما نجي مثلا في شأن سيدنا يوسف عليه السلام هنتكلم مثلا في كلمة الهم، نقول ما هو أفعال الإنسان بتنقسم إلى مراحل أو ما يصدر عن الإنسان، في الإيه الخاطر، وبعد كده في إيه الهم العزم، وبعد كده الإيه الهم اللي هم مراتب القصد كام؟ هاجس وخاطر أي النفس تستدعى، وبعدين يليه هم فقصد، أي الهم، وبعد كده الإيه المرحلة الأخيرة اللي هي العزم واللي هي القصد. يبقى إذن اللي قبل العزم ده لا يدخل تحت إيه؟ تحت التكليف،
اللي قبل الايه العزم لا يدخل تحت التكليف، بدليل الحديث من هم به بسيئة فلم يفعلها لم تكتب له ايه شيء. يبقى اذا هذا خارج اصلا، يبقى اذا لا يتوجه لوم ولا غيره على ايه على سيدنا يوسف عليه السلام، لانه لم يصل الى مرتبة الايه الى مرتبة العزم. من الحرة تقرأ وتجب له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف والشارح رحمه الله: وتجب لهم الأمانة، أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه، لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. من غير كده تكتب جنبها كده أو من غير تفصيل، خلاص كده، لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل إلا إيه فيما ثبت اختصاصه بهم. يعني الشيء اللي هو خاص مثلا مسألة النكاح، النكاح إيه زيادة على أربعة، أنت ما تقولش هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أمرنا بالاقتداء به في أفعالك، هذه خصوصية إلا ما اختص به. وذلك يستلزم عصمتهم فيها من كل من فيها. الضمير يرجع إلى إيه؟ فيها في أقوالهم في جميع أقوالهم وأفعالهم، يعني هم معصومون في أقوالهم وفي أفعالهم. من كل منهي عنه. هذا كمال ثاني واجب. هذا كمال ثاني بيقول في الشرح، فين الكمال الأول؟ اللي هو الصدق. يعني دي أربعة كمالات تجب إيه لهم، يعني تجب في حقهم أو يجب أن نعتقدها لهم. هذا كمال ثاني واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو كونهم أمناء لا خيانة لهم في شيء من الأشياء. والأمين، والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. إذا أي تعريف الأمين، لو أنت أمين مثلا تترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه، واحد ائتمنك على أمان وأحب أن تحفظ هذه الأمانة في صندوق وألا يراها أحد وألا يعلم أحد أنه في أمانة لي عندك، وأن تظل فيه في الوعاء أو في الرباط اللي ربط به على صفة معينة وألا تنظر إليها مثلا، المهم تحفظها عندك، عند وقت الطلب عليك أن تحضرها. فهذا هو الأمين الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. شوف كده كلام دقيق، يعني مالك هذا الكتاب أعطاه لك أمان وأعطاه لك على هذه الهيئة مثلا كده، وضعه هكذا في مكان عندك، فلا يحب أن يراه هكذا أو على وصف الأخر. تترك هذا الشيء اللي أنت تمنت عليه على الوجه الذي أراد صاحبه أن يترك عليه، مهما إيه ظل أو مكث أو بقي عندك مدة إيه طويلة. ده الأمين. ولا يجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية مالكه الذي تجب طاعته. يقول لك ولا يجوز أن ينقله، يعني أنا وضعت المصحف فوق الدولاب أو داخل الدرج أو في مثلا حقيبة أو على وضع معين، فلا يجوز لك أن تنقله بسبب الشهوة، إنما ممكن تخشى أن يتلف، أن يعني يراه أحد، يعني بل تنقل بسبب آخر، فإذا علم صاحبه بهذا السبب رضي، مش بسبب الشهوة، يعني حب
الاستطلاع او مثلا حب التصرف في ملك الايه الغير، عاوز تحس ان الحاجه دي بتاعتك وعاوز من كل يوم تحط هنا وتشيل هنا، لا اتركها الا اذا خشيت ايه عليه، مش بسبب الايه الشهوه، من الموضع الذي ينبغي ان يكون فيه بوصيه مالكه الذي تجب طاعته. يبقى إذن بالتعريف ده هي معنى الأمانة في الواجب والمندوب. فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخل في شريك صندوق الوجود. يعني كده إيه، خليك إيه ذكي ولبيب وافهم معنى الأمانة في الواجب والمندوب، أن يدخل في شريك صندوق، يعني زي كم ربنا ائتمنك على الإيه، إيه معنى الأمانة؟ على التكاليف الشرعية. ايه التكاليف الشرعية؟ كام؟ 4 مش 5، لانه المباح ده ليس فيه تكليف، لان التكليف يا اما الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة، فتحت الالزام يدخل ايه؟ 2، المحرم والايه؟ لا الالزام المحرم والواجب، وتحت الايه؟ الطلب هيدخل ايه؟ المستحب اللي هو المندوب، والثاني هيدخل ايه؟ المفروض 4. يبقى عاوز يقول لك طب في حاجة رأى المالك او الشارع مثلا ان يكون الامانة في الواجب والمندوب، يبقى معناها يدخل في شريف صندوق الايه؟ يعني عاوز يقول عندك ايه؟ صندوقان، صندوق الوجود وصندوق العدم. ايه اللي احب المالك ان يدخل في الصندوق اللي هو مسمى بالوجود، يعني اللي يفعل، يعني اللي هو يظهر وجوده منك، الواجب عليك وبعدين ايه المندوب، وايه اللي يحب لا يراه يكون معدوم مش موجود، اللي هو المحرم والمكروه. فالذي يدخل في شريف صندوق الوجود هو ايه؟ الواجب هو المندوب. أبو اللي عاوز يكون في حيز العدم، يعني لا يرى منك، فإن الله تعالى يحب أن يرى عبده حيث أمره، والأمر يدخل في حاجتين، الواجب والمندوب، ده مأمور به وده مأمور به، لكن هذا على جهة الإيه؟ الإلزام، وهذا على غير جهة الإيه؟ الإلزام. يبقى أحب أن يراك حيث أمرك، وتعالى يعني يحب أن يفقدك، يعني لا يراك حيث إيه نهاك، والمنهي عنه هو الحرام وإيه والمكروه. هذا الأمانة حد تعريفه تشمل إيه التكاليف. نعم أقول لك، فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخل في شريف إيه. افرض دخلت الأمانة اللي هو الواجب والمندوب، دخلتهم في ايه؟ صندوق العدم. انت كده خنت الأمانة، لانه عاوز ده يكون وجود وده يكون عدم، فلما انت عكست يبقى لم تكن ايه؟ لم تكن امينا. يعني خلي المعدوم اللي هو الحرام والمكروه، ما شوفكش عليه خالص، ما شوفوش موجود منك خالص، لا حرام ولا ايه ولا مكروه. واللي عاوز اشوفه منك يعني يوجد منك اللي هو الواجب والايه والمندوب. مفهوم؟ لانه هذا يعني يشيك ويشرفك اذا وجدت امور استعاره او بلاغه كنا عن الشيء المحبوب منه صندوق جميل كده وسماه، كان الوجود ده وجود شرف، انما الثاني عدم هو الايه هو الشرف. كما أوصى بذلك فيهما مولانا جل وعلا. أوصى بذلك فيهما، يعني كأنه مش أول بيقول لك الأمانة أو الأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه. طب تعالى مين اللي يملك التكاليف الشرعية؟ طب إيه الوجه اللي أوصى به في الواجب والمندوب؟ أنه يكون في شريف صندوق الوجود. وما الوجه الذي أوصى به في الحرام والمكروه؟ يكون في صندوق العدم، ولا يقال بنقلهما الى حقيقه العدم. يبقى اذا جعلت الواجب والمندوب ما في صندوق الايه العدم، يبقى عملت كده خنت بنقلهما الى اخر. ايه معنى نقلهما؟ يعني عدم فعلهما،
فجعلتهما غير موجودين، يعني في إطار المعدوم. ولا يقال بنقلهما إلى آفة العدم. يعني إذن كيف يتصور أن أكون خائنا فيما يخص التكاليف الشرعية اللي هو الإيه؟ الواجب والمندوب، بإني ما فعلش الواجب وما فعلش المندوب، يعني نقلتهما من حيز الوجود إلى حيز عدم الفعل، لم أفعلهما. والأمانة في المحرم والمكروه أن يدخل في صندوق العدم ولا ينقل عنه إلى شريف الوجود. طب هي كيف تكون أمينا في المحرم والمكروه؟ يعني دخلهم في صندوق العدم ومجال الشريف، لأن الشرف لا يكون إلا فيما هو إيه؟ موجود. فقال لك والأمانة في المحرم والمكروه أن يدخل في صندوق العدم ولا ينقل عنه إلى شريف الوجود. فكأنك أنت إذا أدخلتهما إلى الوجود، يعني عملت الحرام وعملت المكروه، إذا كأنك جعلت شرفا لمن لم يجعل الله تعالى له شرف، شرفت بالوجود، هو الأصل أنه ما يكونش موجود، قال إلى شريف الوجود. كما أوصى أيضا بذلك فيهما تبارك وتعالى، يعني أوصى الله تبارك وتعالى في وصاياه، يعني في أوامره ونواهيه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى معناها أنك تفعل الواجب والإيه والمندوب، وأن لا تفعل الحرام أو المكروه. طب والمباح؟ المباح ده إيه؟ أنت مخير فيه، يعني على التخير. نعم. ولا شك أن الذوات والأفعال كلها ملك لمولانا جل وعلا، وقد أوصى سبحانه وتعالى فيهما بوصايا وهي أحكامه الشرعية، فالأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا. ولا شك أن الذوات والأفعال مش كده؟ نعم. كلها ملك لمولانا جل وعلا، وقد أوصى سبحانه وتعالى فيهما، فيهما يرجع الضمير عليه على الذوات والأفعال، بوصايا وهي أحكامه الشرعية. يبقى إذن الأمانة هي فعل الإيه؟ التكاليف الإيه؟ الشرعية. الأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فيها والتغيير. يبقى الأمانة تعرف المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فيها والتغيير. ايه عدم التبديل؟ يعني ما تبدلش ده مكان ده وما تغيرش. واضح؟ نعم. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه، كانوا أعظم الناس أمانة وأشدهم محافظة على وصاياه تبارك وتعالى. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه، هذا يستلزم ايه؟ لما يكون ما فيش حد منه اكرم، يبقى اذا هل في اكرم من الرسل عند الله؟ طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن؟ ان اكرمكم، فيجب ان يكون الرسل اتقى الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني لو قلنا مثلا أتقى واحد فينا هو أكرمنا عند الله، مش كده؟ هذا مبتدأ وخبر. يبقى مش معقول فينا واحد حيقدم على الأنبياء. ليه؟ لأنه لو كان أتقى واحد لله من غير الأنبياء فيلزم إنه هو أكرم عند الله من الأنبياء. فعشان المحافظ كده على كرامتهم عند الله، إذا لابد أن يكونوا هم أتقى الخلق لله. ولذلك قال مسلم عن نفسي إن أخشاكم وأتقاكم في الحديث لله أنا، وهذا يلزم أيضا منه أن يكون أعرف الناس بالله، ويلزم أن يكون أشد الناس محافظة على الإيه؟ على الأمر والنهي. إذا لا يمكن يتصور من واحد يكون ممتثل لأوامر الدين أشد أو أكثر من الأنبياء، ده مستحيل ده، وإلا حيكون إيه؟ أكرم منهم، لأنه حيبقى إذا كان أتقى منهم يعني حيكون إيه؟
كانت واحد يتصور انه هو عنده ورع اكثر من الانبياء، ده يبقى رجل مجنون مش رجل عاقل. اذا كان هو يظن ان هو يعني محافظ على الشريعه ومتمسك بالتوحيد اكثر من الايه من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا انسان مجنون. شفت واحد يقول لك ايه يعني كلمه عبد المطلب دي، كان مثلا المفروض يسمي ايه عبد رب الايه المطلب عشان ده ينافي الايه التوحيد، يعني هو يظن انه يفهم التوحيد اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم وسكت على عبد المطلب وما سماش نفسه عبد رب المطلب، يعني معناه الرجل فاهم في الدين وفي العقيده اكثر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الرسل عليهم الصلاه والسلام اكرم الخلق على الله واتقاهم لله واعرفهم، طيب بالله عليك مين اللي عرفنا الحلال والحرام والهدايه والدين؟ ده لازم هم يكونوا اعرف منا، فلا يجوز لنبي او رسول ان يكون احد من اتباعه اعلم بالله او بالشريعه او بالاحكام منهم. ولا يقال يعترض على هذا بما حصل مع من سيدنا الخضر، لا يقال انه في واحد ليس نبي ورسول هو اعلم من موسى، قال اعلم بالشريعه والاحكام. اذا سيدنا موسى لم يتعلم من الخضر حكما شرعيا ولا تكليفا، ده دي امور كانت الحقيقه مش في الشريعه، فما يجوزش يكون واحد في درجه اقل من النبي ان يكون اعلم منه في الايه في مسائل الرساله والنبوه. انما في الامور الدنيويه يبقى ممكن انه ليس عيبا او لا يقدح في نبوتهم ان يكون غيرهم اعلم بامور الزراعه والفلاحه والتجاره والبيع والشراء منهم، ولكن لا يقال ذلك ادبا، يعني ما يقالش انه فلان ده يفهم في الزراعه اكثر من النبي، لا لا يقال هذا لحفظ مراتبه، انما ممكن ان يكون في الامور الدنيويه في اعلى منه كده، وهذا لا يقدح في ايه في مكانتهم، او ولكن لا نقوله ايه ادبا، ما نقولش انا اعلم من النبي في بشؤون مثلا الموسيقى والحاجات النجاره والزراعه او فلاحه الارض. إذا أراد أن يعرض يعني بمقام النبوة يقول له يعني أنت يا مثلا واحد مثلا يريد أن زي ما أنت قلت يرفع خسيسته يقول لك ويا يعني مثلا لما أكون أنا شغال راعي أنا ضموها الأنبياء، ويا لما أكون أنا أمي مثلا ضموها النبي كان أمي، فهذا يعني كأنه عاوز إيه يعرض بمقام ده يؤدب ده يعذر، أما إن قصد تحقيرهم أو إهانتهم بهذا فإيه يكفر على طول أو يخرج من الملة، ولكن لا يظن انه يقصد ذلك. انا بقولها كده من باب الايه؟ يعني مثلا واحد كان امي وحب مثلا واحد لامه ليه ما تعلمت شيء؟ لماذا بقيت على هذه الصفه الاميه؟ يذكر اي انسان ثاني ماشي، انما ما يذكرش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض باميته، لان الاميه في رسول الله كمال، اما في جانب اي انسان نقص. كفاك بالعلم في الاميه معجزته، فهل أمية النبي لو مؤيد بالوحي ليه شرف له؟ هنقلب الحقائق، لما إذا كان النبي أمي يجب على بهذا المعنى يجب على الأمة كلهم أن يكونوا إيه؟ أميين، يبقى المتعلم يبقى خالف، مع أنه المنهج غير كده، فهو يريد يعني عاوز يقول يعني كأنه يساوي بين أميته وبين أمية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا بين رعيه للغنم وبين رعي مين؟ فلا يجوز ان يذكر في هذا هذا السياق، لانه ده حيعمل ايه؟ حيجعل الناس تتجرأ على هيبتهم وعلى مكانتهم. اذكر اي انسان ثاني. انا مره واحد كان من شيوخنا كان نروح نزور واحد مثلا، نزوره كده من العلماء او من اهل الله. فدخلنا مره عند واحد، فاول ما شافنا كده كان يعني مش متخيل ان احنا نروح نزوره في البيت. فاول ما شاف الشيخ راح وقف كده منبهر وقال ايه زارنا النبي. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال مين انا عشان تقول ان تقول زارنا رجل صالح، زارنا مثلا واحد يعني
من خيار أهل الأمة من التابعين حتى من لكن من تقول نبي كأنه صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه أحد ما بتجيبش يعني مكانة نبي مكانة عظيمة كبيرة جدا فأي واحد من أتباعه لا يصل إليها أبدا تقول وارث من ورثة النبي محب عظيم إمام جليل لكن ما تجيبش نفس من النبي صلى الله عليه وسلم حفظا للمقام فقط وإن كانت النوايا سليمة ولما أكرمهم سبحانه وتعالى بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة جعلهم قدوة لأممهم وأطلق يعني لما أكرمهم الله بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة لأجل هذا سميت العصمة الأمانة لأنه يعني معناها أنهم لا يخونوا بفعل منهي عنه أمناء على الدين وعلى التبليغ وعلى كونهم قدوة لأممهم جعلهم الله قدوة لأممهم يعني كل نبي قدوة لأمته وأطلق في متابعتهم أطلق يعني في الأمر لما قال في القرآن كده واتبعوه أطلق واتبعوه يعني معناها لم يقيد ما قال اتبعوه في شيء دون شيء أو في حال دون حال إلا ما خرج بدليل آخر له التخصيص معنى أطلق في متابعته ولم يجعل فيها تقييدا يعني مثلا لم يقل اتبعوهم إلا في حالة الغضب أو ما جعل متابعتهم مشروطة بشرط جعل مطلقة ولم يجعل فيها تقييدا فلو جوزنا أن يقع في أفعالهم ما هو محرم أو مكروه يعني مثلا في متابعة أي قوم لنبيهم قيدها كده يعني مثلا ما جعل الله تعالى القدوة عامة يعني مثلا بالنسبة لنا إحنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بس ما جعلهاش مطلقة مش كده إذ قالوا في الموقف ده إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون يبقى إذن لما جاء الأمر بمتابعة أو بالاقتداء بأطلقها لقد كان لكم في رسول الله لمن كان لكن هل قيد الأسوة دي تكون في شيء دون شيء إنها بخلاف لما كانت في غير النبي قيدها وذلك قال لقد كان لكم في رسول الله إنما هناك اختلف قد كان لكم في إبراهيم لم يقل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إنما قال في إبراهيم يعني قدم مؤخر تجد فيه حرف الجر في لقد كان لكم في رسول الله إنما هناك قد كانت لكم أسوة حسنة فيه دل على أنه هنا الشيء مقيد وليس مطلق كما هو في شأن مين النبي صلى الله عليه وسلم فلو جوزنا أن يقع في أفعالهم ما هو محرم أو مكروه لجنا أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعلهما يعني بيقول لك لو جوزنا فرضا جدلا أن يقع في أفعالهم ما هو محرم أو مكروه لازم اجتماع النقيضين أو الضدين لازم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعلهما طيب يعني إيه معنى يجتمع الإذن يجتمع مع إيه يقول لك لازم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعلهما يعني حيجتمع الإذن والمنع الإذن يعني الجواز يبقى حيجتمعوا الاثنين وهذا هو اجتماع للنقيضين يعني يبقى هو حرام من جهة النهي ها ومأذون فيه من جهة الأمر باتباعه يبقى اجتمعوا فيه ليه الأمرين لازم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه والإذن في فعله مفيش واو لازم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعله يعني مع إيه مع المنع الإذن مع المنع يعني ممكن تيجي تحتها تكتب كده بعد في فعله الإذن
في فعلهما مع المنع. والمنع جاي بدليل النهي عن فعلهما. وهنا جاء الامر بمتابعتهم، يعني جاء الاذن في فعل المحرم والمكروه مع انه فيهم منع بدليل. هم ليه فيهم منع؟ ما هم ده اسمه محرم ليه؟ عشان المنع. وده مكروه ليه؟ عشان المنع. اخذا من قاعده الترغيب، من قاعده الترغيب في متابعه الرسل والحض على الاقتداء بهم وعدم الاذن لما يخرج. اوضحها، يعني مفيش داعي تكتب الاول، احنا لو قلبنا الصفحه. اخذا من قاعده الترغيب، هذا الاذن، ده الاذن في فعله. اخذا من قاعده الترغيب في متابعه الرسل والحض على الاقتداء بهم. طب وعدم الاذن، يبقى ايه اللي هيجتمع عندك؟ الاذن وعدم الاذن. تركبهم مع بعض كده تفهم، يعني ما تكتبش حاجه. يبقى اذا لازم ان يجتمع في ذلك المحرم الاذن في فعلهما وعدم الاذن. يعني لو جابها معاها كانت ايه، انما جاب كلام كده معترض طويل كتفسير ليه للاذن، يعني فسر وبعد كده جاب الايه المعطوف. وعدم الاذن لما خرج فيهما من التحريم والكراهه. يعني السؤال هنا كيف اجتمع الاذن، وكيف اجتمع، كيف اجتمع الاذن وعدم الاذن؟ فتقول الاذن اخذا من قاعده الترغيب في متابعه الرسل والحض على الاقتداء بهم. وعدم الاذن لما فرض فيهما، في ايه الضمير؟ في المحرم والمكروه، فيهما اثنين. وعدم الاذن لما فرض فيهما من التحريم والكراهه، وذلك يعني وذلك، وذلك الجمع او ذلك الاجتماع جمع، او ذلك الجمع جمع بين نقيضين. عارفين النقيضين؟ النفي يعني المنع وعدم الاذن وعدم الاذن. ما هو الوجود والعدم ايه؟ نقيضان، في اذن وفي عدم، يعني نفي واثبات نقيضان. والنقيضان امران، احدهما وجودي والاخر عدمي، كده لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن هنا حصل ايه؟ حصل اجتماع، يعني كما انهما لا يرتفعان فهما ايضا لا يجتمعان. وهذه المتابعه للرسول سيدنا ومولانا محمد، شوف كده الادب للرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بلا استثناء ولا تردد ولا تامل. يعني معناها ربنا سبحانه امرنا بمتابعه نبيه ورسول سيدنا بلا استثناء. هل استثنى منا احد؟ قال يعني يتبع اهل القرن الاول او الصحابه او 300 سنه بعده، بعد كده كفايه كل واحد يتبع هواه. فين في استثناء؟ مفيش. ولا تردد. مره كان الشيخ المالك الكبير ده ابن عبد البر ما بيقول ايه، اتكلم على حكم الصلاه في المساجد اللي فيها قبور، فبيقول ايه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض ايه مسجدا، الارض. قال هذه فضيله وهذه من خصائصه، انه جعلت له الارض. كان ما فيش اي امتان لازم في مكان معين للايه للصلاه، اما بالنسبه للامه الاسلاميه الارض كلها منزل. قال هذه فضيله من خصائصه. قال وفضائله وخصائصه لا يدخلها الاستثناء ولا النسخ ابدا، يعني الحكم باقي. فايه اللي خلى المساجد دي ممنوع؟ اذا كان هو الارض كلها، إلا إذا كان في نهي عن مثلا نجاسة في مثلا أرض مغصوبة، اللي هي الأماكن التي استثناها المستثنى في الفقه من الصلاة فيها، معاظن الإبل، المكان اللي فيه نجاسة، الأرض المغصوبة إلى آخره. لكن هل يكون الحق سبحانه وتعالى يعطي نبيه فضيلة أو خصوصية وبعد كده يستثني؟ هل هذا يتصور في إيه؟ في المنح والعطايا والخصائص؟ لا والله. ولا تردد ولا تأمل إلا فيما خص به، يعني أنت تتبعه من غير إيه؟
من غير ما تستثني، يعني ما تقولش اتبعه في كل شيء الا، لا ما ينفعش زي المحبه ما فيها استثناء. سيدنا عمر قال انا احبه اكثر من اهلي ومالي، بل الا قال ما ينفع لم يكن. هنا لا يوجد استثناء في المتابعه ليه؟ طيب كما انه لا يوجد استثناء في المحبه. قل ان كنتم، الاتباع ده علامه المحبه الصادقه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. خلاص يحببكم الله. يبقى اذن كمال الاتباع معناه ايه؟ معناه كمال المحبه، فلا يوجد فيه استثناء. لو استثنيت اي شيء في محبتك يبقى انت غير كامل فيها، زي ما حصل مع مين؟ مع سيدنا عمر. فكذلك كمال الاتباع لهم من غير استثناء ولا تردد، يعني ما تجيش تتردد اتبع ولا ما اتبعش، يبقى اذا الايمان عندك ايه؟ فيه نقص. وما تجيش تتامل، يعني خلاص ده تندفع اندفاعا بالمحبه ايه؟ يعني لما المحبه ايه؟ تسوقك بطبع الميل. انما اذا ترددت وتاملت وزنت الامور يبقى ما فيش محبه. أو معنى ولا إيه؟ ولا تأمل. نعم. نعم. ما هو أفعالهم كويس أنت. أفعالهم عليهم صلاة تدور بني. يعني مثلا إيه الأفعال بتاعت نحن؟ أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ عبد الله. يعني ممكن يصدر منك واجب من كل المغرب، ممكن يصدر منك المكروه، وممكن الحرام، وممكن يعني الخمسه يصدر منك. اما الذي يمكن صدوره من الانبياء قالوا يا العلماء ثلاثه ولا اثنين، وهو الحرام قطعا ما يصدرش منهم ولا المكروه. قالوا المباح ده بحكم ان احنا مامورين بالاتباع يبقى يصبح المباح في حقهم مندوبا. يبقى لا يصدر من او افعالهم تدور بين الوجوب والندب. فالمباح بتاعهم بالنسبة لنا احنا ايه؟ مندوب. ما فيش تفصيل من غير ايه؟ من غير استثناء. اذا حيدور الفعل بين الايه؟ بين امرين، بين الوجوب وبين ايه؟ وبين الندب. طب والمباح في حقهم لان امرنا بالاقتداء بهم، فالمباح يكون في حقهم مستحبا او مندوبا. يبقى ما فيش غير ايه؟ غير قسمين. بالنسبة لك انت يبقى مباح. بالنسبة لفعله هو والأمة مطلوبة تقتدي به حتى في المباح ده، يبقى إذن هو ده مندوب. فانتقل بنية الأسوة إلى إيه؟ إلى كونه مندوبا. المندوب مش هو أنت مأمور أنت مأمور باتباعهم، يعني اتباعهم يعني تعمل زيهم. طب هما بيعملوا كم حاجة؟ ثلاثة، بيعملوا الواجب ويعملوا المندوب وبيعملوا المباح. يبقى المباح انت هنا في امره بالاتباع، والمباح ما فيهوش امر، فاذا دخل فيه الامر يبقى انتقل الى ايه؟ لانه لو كان مامورا به لا يكون مباحا، هيبقى ايه؟ هيبقى مندوب. وان كان الامر على جهه الجذب فيبقى واجب، اذا لم يبقى الا الواجب والايه؟ والمندوب فقط. يعني العادات كالزي والاكل والشرب، يعني مثلا في لباسهم في هيئتهم في زيهم يندب لك، يندب مع انه هو ايه؟ مباح في الاصل، ولكن تحول بالنية الى ايه؟ انت نويت بهذا متابعتهم يصبح ايه ده؟ مندوب. بالنسبة لهم هو في الاصل مباح، انما طالما الامة مأمورة بالاتباع يبقى هو ايه؟ مندوب. نعم؟ عدم الفعل. ايه عدم الفعل؟ عدم الفعل ما هو عدم ما هتختلف. لما تتبع مني مثلا النبي كده دي حاجة ترجع لطبيعتك، لأنه لو كانت المحبة والإيمان كاملا حتى لو كنت أنت واحد من الصحابة كان يكره أن الصحابة طعام معين الدباء أو حاجة. فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه قال أحببت صحابك، من غير تفكير ومن غير حاجة، نسي طبعه البشري فأحب الشيء اللي هو مش بيحبه. عاوزين ثاني أكثر باقي كام يا شيخ؟ صدر بتكمل. إلا فيما خص به يعني الخصائص معروف الخصائص زي الوصال
والنكاح الامور وتحريم الصدقه. ما تجيش انت مثلا فقير ومش لاقي تاكل يقول لك خد ده، يقول لا انا ما اقبلش الصدقه اقتداء، يقول له انت مش من اهل ده، خاصه به وايه وبآل بيته، الا ما هو ايه مخصوص زي تحريم الصدقه. تقول مثلا امراه هطلق هذه المراه ولا تتزوج من بعد اقتداء، يقول له لا ده خاص بازواجني. هذا الخصوصيات، وسوره الاحزاب ذكرت ليه بعض هذه الخصوصيات. إلا فيما خص به قد عرفت ضرورة من حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني واحد يقول لك إيه إيه اللي ما خص به، يقول له عرف ذلك من حال الصحابة والتابعين، وقد أمرنا مولانا جل وعلا بمتابعته على الإطلاق دون تخصيص في آيات من القرآن، وجعلها على من العلم الاتباع علامة على المحبة مش العكس. يعني إذا وجد الاتباع توجد المحبة، وإذا لم يوجد الاتباع لا تنتفي المحبة، مش لازم. يعني ده إيه؟ نعلم من وجوده وجود المحبة، وليس يعلم من عدم وجوده نفي المحبة. فاكر؟ على محبته، وذلك دليل واضح في غاية على كمال العصمة العامة له. وبالله تعالى التوفيق، ونكتفي بهذا في هذا اليوم، والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الشيخ.